سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي. كنتمنى انكم تكونوا بخير على خير واموركم هانيه. سؤال حلقتنا الماضيه هو كم كان العمر ديال سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام حين بعث؟ ما كنتش منتظره الجواب نتاع اكثر من نصفكم غادي يكون صحيح واللي هو 40 سنه. اما سؤال حلقتنا الليله، من كان احب الرجال الى رسول الله عليه الصلاه والسلام؟ خليني تحت التعليق ديالكم باش نشوف واش عندكم جواب صحيح ولا لا. اذا كنت جديد في القناه نقول لك مرحبا بك، واذا كنت من اهل الدار الدار دار. غير ما تنساش انك تضغط على زر الاعجاب لتحت اللي ما تكلفك حتى شي مجهود. القران الكريم عامر بقصص جميله ومهمه وليست بعابر سبيل، قصص اللي كاينه في مجموعه من الصور، حيتاش مقاصد القران الكريم ذكر القصص باش تكون لنا عبره نتعلموا منها. فمولانا جعل من القصص ديالهم عبره لاولي الالباب من كان حديثا يفترى، ولكن مولانا قال في قصه سيدنا يوسف بهذه الجمله: نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران. مولانا تيقول سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام ساقص عليك احسن القصص. ومن حلقتنا الليله ما غاديش نحكي لكم القصه كلها أو القصة بتفاصيلها حيتاش فايت حكيتها في القناة، ولكن غادي نشرح لكم علاش هي أحسن القصص. وقبل ما غادي نبدا في حلقة الليلة غادي نبغي نذكركم باختصار جد جد مفيد بالقصة باش لما نكون تنشرح علاش هي أحسن القصص تكونوا عقلتوا على الأحداث. ودابا نقول لكم لنبدأ. سيدنا يوسف عليه السلام غادي يتولد ويتربى في البيت الأب ديالو اللي هو سيدنا يعقوب عليه السلام، اللي كيتنعم بالمحبة ديال باه والعطف وحتى الحنان. سيدنا يوسف منين هو صغير كان كيتصف بمكارم الأخلاق، واجتمعت فيه كل صفات الحسن في الخلق والشكل وحتى الهيئة منين هو تولد. حبوا باه وتعلق به ما بين دوك الإخوة ديالو، خصوصا غادي يزيد من القدر ديالو عند باه سيدنا يعقوب لما قال ليه بلي أنه شاف رؤية اللي غادي يعرف منها باه أنها دلالة على أن سيدنا يوسف غادي يكون من الأنبياء الصالحين ذوي الشأن في الدنيا وحتى في الآخرة. وهذه الرؤية اللي شاف سيدنا يوسف عليه السلام أنه 11 الكوكب والشمس والقمر كلهم كيسجدوا ليه. طلب يعقوب من الابن ديالو التقي النقي باش انه ما يعاودش هذه الرؤيه للاخوه ديالو، باش ما تجيهمش الكره ولا الحقد ولا حتى الحسد، حيت هاد الامور عاديين انسانيين. ولكن سيدنا يعقوب ما قدرش يخبي هذه الفرحه ديالو اللي زادت من المحبه ديالو لهذا الصبي واللي بانت عليه ملامح النبوه. فخوت سيدنا يوسف عليه السلام غادي ينزع الشيطان في صدرهم، وغادي تشعل نيران الحقد والحسد في قلوبهم، وغادي يخططوا ويمكروا باش انهم يتخلصوا من خوهم يوسف اللي سيطر على القلب ديال الاب ديالهم البراءة ديالو وحسن الأخلاق ديالو. المهم قرروا في الأخير باش أنهم يلوحوا في واحد البئر اللي هو عميق، فبغض النظر على التفاصيل غادي يلوحوا في عمق ظلمات البئر، وهم عند بالهم بلي أنهم صافي تهنوا منه، وداكشي اللي كاين خايف منه الأب طاح فيه وهو كيد إخوته وحسدهم. غادي يدوزوا شي رجال ووقفوا عند البئر للسقاية، وغادي يلقاو هذا الدري الصغير اللي غادي ياخذوه ويبيعوه بثمن رخيص، واللي هنا غادي يشريه في الأخير عزيز مصر، وطلب من الأهل ديالو باش أنهم يكرموه عسى أنه ينفعهم من بعد. غادي يترعرع سيدنا يوسف عليه السلام وكبر في بيت العزيز ومرته، حتى بلغ الأشد ديالو، وحاولت امرأة العزيز أنها تفتنه وتطيحه في الفاحشة. هو استعذ بالله تعالى من هذه الفتنه وهو يهرب منها، ولكن تبعاتو شداتو من حوايجو حتى تقطعوا ليه، وهنا غادي يبان راجلها وغادي تشتكي بيوسف عليه السلام وغادي يتهمو باللي انه كيحاول يغويها، من بعد غادي يتسجن. المهم دازو بزاف ديال التفاصيل، لتحت غادي نخلي لكم الرابط ديال القصه ديال سيدنا يوسف الا بغيتي تشوفوها. المهم بعد سنوات سيدنا يوسف تحققت النبوه ديالو، وغادي يدخل عليه واحد الوفد اللي هما خوتو، هو عرفهم ولكن هما ما عرفوش. طلبوا منه باش انه يعطيهم فوق من العدد ديالهم من المؤونه، حيت عندهم واحد الاخ واحد اخر، ولكن باهم اللي هو سيدنا يعقوب ما تيخليهش يسافر معاهم. المهم كيف قلت لكم بلي انه سيدنا يوسف عرف بلي انهم كيكذبوا وبلي خوهم راه هو نيت سيدنا يوسف. المهم بعد تفاصيل كثيره غادي يعرفوا بلي هذاك هو خوهم يوسف اللي جاوا لعندو، هذاك اللي لاحوا في البير وحاولوا باش انهم يديوه معاهم، ولكن ما بقاش سيدنا يوسف. ورجعوا الاخوه لعند باهم سيدنا يعقوب اللي بكى حتى بيضت عيناه من الحزن، وطلب من الابناء ديالو باش انهم يرجعوا لعند العزيز مصر ويطلبوا منهم باش انهم يتركوا ليه خوه. فلما رجعوا الاخوه الى سيدنا يوسف وقالوا ليه شنو اصاب اباهم، فاعطاهم القميص ديالو اللي يغطي وجه ابيه حتى يرتد الله بصره. وهنا علم اخوه يوسف عاقبه داكشي اللي داروا وندموا على الفعله ديالهم، وان الله نجى يوسف ورزقه الحكمه والنبوه. هذه هي القصه باختصار مفيد.
هاد الجمله اللي تكررت ما مره ما زوج، غير كنبغي نذكركم باش ما تقولوش ليا راه ما ذكرتيش هاد التفاصيل، ما ذكرتيش هاد التفاصيل. القصه راه كاينه، غنحط لكم لتحت في الرابط تترجعوا تشوفوها. دابا غادي نتكلموا الموضوع ديال حلقتنا اليوم اللي هو علاش هاد القصه نتاع سيدنا يوسف هي احسن القصص. مولانا قال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام سأقص عليك أحسن القصص. ودابا ركزوا معايا، في القرآن الكريم كاينين ثلاثة ديال الصور اللي هما التابعين بأسماء ديال الأنبياء في ترتيب المصحف وحتى في ترتيب ديال النزول، واللي هما يونس وهود ويوسف اللي نزلوا كيفما هما موجودين في القرآن. فيونس وهود ذكر الله قصص نتاع أمم اللي كلها سالت بالهلاك، وذكر فيها شنو اللي خلى سيدنا محمد أنه يخاف، يخاف على الأمة ديالو لا يكون المصير ديالها نفس مصير الأمم السابقة. مولانا تيقول ليه فاستقم كما أمرت. هنا كان نوع من الخوف قلب سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام على الأمة ديالو، حيث الأصل ديالو هو رحمة وماشي غير على المسلمين ولا حتى على الإنس، ولكن رحمة للعالمين. فنزلت سورة يوسف باش تخفف من المسألة كلها، على عكس أسلوب الصور المكية اللي هو قائم على التخويف والزجر والتهديد، ولكن سورة يوسف جات مختلفة تماما ومتميزة، جات فيها رحمة وحنان. مولانا سماها أحسن القصص على بزاف ديال الأمور. الأمر الأول حيث المغزى ديالها قائم على العفو والتسامح، أي حاجة في هذه القصة ولا أي حدث كان تيسالي بالعفو وبالتسامح. سيدنا يوسف عليه السلام اللي كيعفو عفوا كريما ويصفح صفحا جميلة، وكيعلنها لخوتو لما قالوا ليه قالوا تالله لقد أثارك الله علينا، نهار تقبلوا الإخوة مع أخوهم سيدنا يوسف اللي خططوا باش أنهم يقتلوه وكانوا سبب في داكشي اللي هو فيه ورموه في البير وتأمروا عليه. لما قدر عليهم قالوا ليه قالوا تالله لقد آثارك الله علينا وإن كنا لخاطئين، معناها مولانا فضلك علينا وعطاك العلم والحلم والفضل وما كناش نديرو بك هادشي اللي درناه، أننا فرقنا ما بينك وبين أبيك وأخيك وغير ذلك من الأمور اللي درنا لك، وكيعنوا رأسهم بلي أنهم مخطئين. مثلا مثلا شي حد فينا خوتو داروا فيه نفس القضية ديال سيدنا يوسف عليه السلام، من بعد ما مولانا سهل عليه وتمكن وعطاه مولانا واحد القوة قوة عليهم، شنو غادي يدير؟ أكيد ما غاديش تخلي حقك وتقدر كاع تعايرهم ولا تلومهم على شنو داروا ليك، ضروري تجبد لهم الماضي. ولكن سيدنا يوسف عليه السلام شيء آخر، قال لهم لا تثريب عليكم اليوم، زعما لا لوم عليكم، أنا ما غاديش نلومكم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. سيدنا يوسف لما جا كيتكلم على إكرام مولانا ليه قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزع الشيطان بيني وبين إخوتي. سيدنا يوسف عليه السلام تكلم على السجن ما دواش على البير، حيتاش السجن ما عندوش علاقة به، زعما ما كانش عندهم هاد الإخوة دور أو لسبب في السجن ديالو، وما جابش حتى الموضوع ديال البير حيتاش خوتو اللي رموه فيه وما بغاش يسبب لهم شي حرج. حتى فاش قالوا ليه قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأصرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. هاد القصة من أحسن القصص يا سادة يا كرام، حيتاش فيها عفو كريم وصفح بلا لوم ولا عتاب، الصفح نتاع غادي نقلبوا الصفحة وما غاديش نعودوا نرجعوا ليها. أحسن القصص حيتاش المغزى ديالها والمضمون والمقصد ديالها تيقول لكل واحد قراها ما تقلقش من تدابير البشر، حيتاش إرادة الله فوق كل إرادة في الأرض. الكارهون اللي هما خوتو لحوا في الجب والصماصرة باعوه بأرخص ثمن وغير بدرهم اللي هما قلال، والعاشقون لحوا في السجن وأصحاب المصالح خططوا ليه ولكن عليه أو ضده، والعقلاء جعلوه وزير. فلا السجن هو علامة على الكره، ولا الجب هو علامة على البغضاء، ولا الملك هو علامة على الرضا، ولا السجود هو علامة على الحب. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، واللي معناها كيف ما شفتي هذيك الرؤية كيختارك يا يوسف ربك ويعلمك تعبير الرؤى ويكمل عليك نعمته عليك بالنبوة كما أتم نعمته على أبويك من قبل اللي هما إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم بخلقه حكيم في تدبيره. نوى ويقتلوه ما ماتش، لحوا في البير باش يمحيوا ليه الأثر ولكن ما تمحاش، باعوه باش يكون مملوك ولا ملك، إن ربي لطيف لمن يشاء. أحسن القصص حيتاش تذكر فيها كل شيء، تذكروا فيها الأنبياء والصالحين والملائكة والشياطين والملوك والمملوكين والحب الأبوي والغيرة النسائية، تذكر فيها أيضا كيد الرجال وكيد النساء، ما كاينش غير كيد النساء لكن حتى كيد الرجال، لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. وهنا مولانا ذكر كيد الرجال قبل كيد النساء لأنه يقدر يكون كيد الرجال أقوى من كيد النساء، والكيد والمكر ما تخش فقط
اللي النساء او اللي بين النساء. احسن القصص حيتاش فيها كاع البيئات والمواقف الحياتيه. تخيلوا نهايه القصه سعيده تحد ما تقلق في الاخير. سيدنا يعقوب تجمع شمله مع ولاده، اخوه سيدنا يوسف اللي عفى عليهم، وسيدنا يعقوب حتى هو عفى عليهم. نهايه سيدنا يوسف وصحابه اللي في السجن، والملك ومراه العزيز ومصر حتى هي وبراسها. كل شيء كان سعيد في الاخير، وهذا معناه بسيط انه كل واحد صبر وتوكل على الله وتسامح وكان عنده اليقين بمولانا في الاخير كيسعده. كيقول لك اخر الصبر جبر، من صبر جبره الله، لان ربي لطيف لمن يشاء اذا اراد امرا هيئ له الاسباب. هذه القصه نتاع سيدنا يوسف هي من احسن القصص، حيتاش ربي دار فيها ايات للسائلين، واللي معناها داكشي اللي يمكن انت كتشوفه خير هو شر، أو داكشي اللي كتشوفو الشر هو خير. نحن لا نعلم، والله وحده هو الذي يعلم. أي حاجة كتوقع لك فاعلم أنها قائمة أو لا وقفة على الرحمة ديال مولانا لمن مراها علم. إذا تحرمتي أو تمنعتي أو وقع لك شي ألم أو غيرها، فمن مراه هذا الأمر تأكد أنه رحمة لمن مراه علم. إن ربي لطيف لما يشاء، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وأقرب مثال نتاع شي كنقولوا هو اللي كاين في القصة نتاع سيدنا يوسف. أب كيبغي الإبن ديالو وهذا الأمر خير، ولكن هذا الخير أتى بالشر. خوتو غاروا من هذا الحب وتأمروا عليه ورموه في البير. هذا الغلام الصغير اللي مرمي في البير وكيقاسي الجوع والعطش والخوف ومهدد باش انه يموت هو شر. هذا الشر اللي غادي يجيب الخير، غادي يولي في بيت العزيز معزز مكرم، كيتربى بحال الاولاد ديالو، كيتربى على الفروسيه والكرامه والعزه. نتخذه ولدا وهذا خير، اللي غادي يجيب ليه الشر وغادي يحطوه في السجن ظلما وعدوانا. وهذا الشر اللي في الاخير غادي يجيب الخير كله اللي عندنا في القصه، وغادي يولي عزيز مصر. وهذه هي القصه، او لا ما وراء أحسن القصص، اللي هي صورة سيدنا يوسف عليه السلام. كنتمنى أننا نوليو ناخدوها عبرة في حياتنا، باش ما بقاوش يائسين ولا حزنانين ولا مكتئبين. تأكدوا مادام انت مع ربي، ربي معاك، عمرو ما يقدر يخليك. وأي حاجة كتبان ليك انت شر أو في ديك اللحظة كتعيشها وكتشوفها غير شر، عرف بلي أن ربي جايب لك من مورها خير كبير لا يعلمه إلا هو. ونذكركم بلي أنه لو كان يتحيد علينا الحجاب اللي بيننا وبين اللطف ديال مولانا، لا سخفنا ولا حماقينا من كيفاش ربي لطف بالأمور ديالنا. ما نتقلقوش، إذا شي حد فينا تيعيش شي أمور دابا سلبية، يحني لها الراس حتى تدوز ويتفائل الخير. حيتاش إذا كنتي صابر وعندك يقين بلي مولانا ما غاديش يخليك، والله ما غادي يخليك. واش تنقول لكم عن تجربة، تجربة ماشي واحد ماشي جوج ماشي ثلاثة، بزاف ديال التجارب. كنتمنى أنهم بعد حلقة اليوم تكونوا مرتاحين وعجباتكم. ما تنسوش أنكم تشاركوها مع أحبابكم أصحابكم، وما تبخلوش عليا باش أنكم تضغطوا على زر الإعجاب. دمتم في رعاية الله وحفظه. سلام سلام.